بين نازحة وأرملة وأم ثكلة بات حال معظم النساء السوريات، فقد سلبهن جور النظام آلته العسكرية فضلا عن جرائم داعش أبسط حقوقهن في العيش. وفي مخيمات النازحين يبدو جليا حرمان النساء وأسرهن من أبسط مقومات الحياة، من رعاية صحية، من تعليم وعمل يوفر لهن عفوا قوت اليوم. مراسل أخبار الآن مصطفى جمعة زار أحد مخيمات النزوح على الحدود التركية ووفانا بهذا التقرير. على كرسيها المتحرك أمام غرفتها في مخيم الوليد للأرامل على الحدود مع تركيا تجلس فداء كل صباح. في صمتها هذا ثمة آلام كثيرة تعتصرها وتجتاحها كلما رأت أطفالا يلعبون. وجود فداء في هذا المخيم سيقودك حالا لتعرف أنها أرملة، وما وراء تلك الدموع يتطلب السؤال. أنا كل يوم مع هالحالة، يعني أما نفيق الصبح يخطر بالي أول شيء أولادي، ما بنساهم لا ليل ولا نهار، بس أول ما فيق الصبح أتمنى يعني يكونوا موجودين حواليي، أتمنى شوفهم، مشتاق لهم كتير، وأنا بالشرع وكل شيء، كل المذاهب أولادي بيطلعوا لي إلي. لم يعد بإمكان فداء رؤية أطفالها الذين أبعدتهم عنها الحرب والمسافات ليرعاهم أهل زوجها بعدما أضحت عاجزة عن ذلك إثر غارة جوية على منزلها في ريف إدلب تسببت ببتر ساقها لتصبح مقعدة لا حول لها ولا قوة، فالتفكير في حالتها كاد أن يسبب لها عقدة نفسية. نأخذ بطرح الأسئلة عليها، ودائما ما تكون الأجوبة أقسى مما نتوقع. أنا أول حق انسلب مني أني ما كفيت دراستي وتزوجت بكير، وهلق عمري 20 سنة عندي 3 أولاد ومحرومة منهم، يعني ما بشوفهم. الكبير عمره 4 سنين ونص، الأصغر 2 سنين ونص، والصغير 1 سنة ونص. حبهم كتير، صحيح حرمت منهم وهيك، بس حقي، يعني حقي إنه يضلوا معي، طالبت بحقي كتير، حقي إني أشوفهم على القليل. بجوز ما أحسن أنا أقوم فيهم على وضعي يعني، بس حقي على القليل إني أشوفهم بيضلوا حوالي. هو حال ينطبق على كثير من السوريين، وخاصة أولئك الذين يقبعون في المخيمات الحدودية، لا يتمتعون بشيء من حقوقهم وما من مكترث لذلك، فيقاسون في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وحتى تأمين سبل الحياة من مأكل ومشرب. نلتقي بأم أحمد لتشرح لنا افتقادها للكثير من حقوق أسرتها. من فترة كم من نهار مرض معي ولد الساعة 1:30 بالليل 2، وصرت عاني، قلت له وجه هون وهون، وين بدي اروح وين بدي اركض ما بقى بعرف. قمت اركض على الحراس، نزلت لعند الحراس واخذناه على المشفى، وما معنا لا نجيب دواء ولا نجيب شيء. وصرنا نكسر نفسنا لمين من كان، كنا في حياتنا يعني ما نكسر نفسنا لانسان، وهلا صرنا منعاني من مرض، منعاني من قل المادي، متلهوجنا. وربما تعطيك حالة فداء أو أم أحمد مثالا عن حقوق السوريين المنتهكة، بيد أنها لن تكون أقساها، فهنا تعيش أكثر من 20,000 أسرة في خيام لا تدفع عنهم بردا ولا حرا، فما أدراك بما يخفى. في خضم ما تشهده الساحة السورية من تغيرات بين الفينة والأخرى، تنال الحرب من هؤلاء وتسلبهم أبسط حقوقهم، وتجعل منهم كرة تتقاذفها القرارات السياسية تارة والمعطيات العسكرية على الأرض تارة أخرى. فلسان حالهم يقول لم يبقى لنا من حقوق الإنسان إلا الاسم فقط ولا شيء غيره. مصطفى جمعة، أخبار الآن، الحدود السورية التركية.